شفتم أرقامها حلوين قد إيه. مش هيحصل حاجة يعني. لا أنا طارق الوكيل يا سارة، مانيش عمر أبو الوفا. أنا طارق الوكيل مانيش عمر أبو الوفا. أنا طارق الوكيل مانيش بتهيألي نأجل القرار ده شوية. يا وزة يا ابني، هو ده القرار اللي أنا مستنيه. ملاكي جيزة، يا حلاوة جيزتك. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. تأمرين بأي خدمات تاني؟ لا خالص، اسبق أنت يا عم إبراهيم، أنا هحصرك. من عينيا. صباح الخير عمر. ده انت دوختيني عليكي. وانا دوختك عليا ليه؟ مش دي نمرتك؟ اه ايه ده؟ ما هي اصلا امبارح وقعت منك واحنا في الجولف، وقعدت اطلبك عليها طول الليل، كانت مشغوله. انت كنت واقفه في اشاره طويله ولا ايه؟ ميرسي. هي معرفه مصلحه ولا ايه؟ انت عرفت عنواني منين؟ من المرور. رحت المرور وكشفت عن النمره ودفعت المخالفات وجبت العنوان وزماني جاي. مش عارف انا اتاخرت ليه لغايه دلوقتي. ايه ده؟ ده في كاوتش نايم. بالراحة بقى لحسن يصحى. معقولة؟ عموما مش مشكلة، أنا معايا ستيب. إيه؟ ستيب؟ ستيبني وأنا موجود؟ إزاي وده يصحى؟ إيه ده؟ إيه؟ ده الكاوتش التاني نايم، نايم أهو والله، يا لا. بتشوف الكاوتشين نايمين في نفس اليوم. ده مش بعيد تلاقي ستيب راح مشوار، يا لا الكاوتش نايم مش مهم. أنت فرحان فيا ولا إيه؟ أنا كده هتأخر. طب ما أنا عربيتي تحت أمرك. ايوه انت بصي فوق، انا حاركن على الشجره، عربيتي اهي اهي الحسنه اللي طالعه هناك دي. اتفضلي اتفضلي هوصلك. اتفضلي. معلش هي هتلاقيها مجرحه شويه، بس انا جايب لها جراب هركبه لها. اتفضلي اتفضلي. تعال خش خش. يلا سدي بقى. ايه سدي مناخيرك قبل ما ندور. نقلع الجزمه، نقص الجزمه. تستغربيش اصل انا لما بقلع الجزمه واسوق حافي بوصل اسرع. سدي مناخيرك بقى عشان هدور. بس رخص. ايوه اتفضل. كمان رخصك منتهيه من كتر اللف في الشوارع بقى يا فندم. اللف؟ اه معلش. معاك طفاية؟ اه طبعا طبعا. انا همشي وخد قرآن. اتفضل حضرتك. انت هتهزر معايا ولا ايه؟ بقول لك طفاية. عايز طفاية حريق؟ اه طفاية حريق. حاضر انا ما فهمت غلط. اهي اهي عايش، بس مش هقدر اوقفها عشان السقف لما بتخبط في السقف. هو في ايه حضرتك بالظبط يا فندم؟ كل ده وفي ايه؟ امن ونتانه. امن ونتانه؟ يعني انت بتسحب الرخص على النتانه دلوقتي؟ طب هنضفها. نضفها؟ لما عربيتك بقى تتحرق يبقى تطفيها بطفايه السجاير. حاضر. اطلع خفيف. حاضر حاضر. كلمها منك وقال لهم الكلام ده كله ماشي. الله، لو سمحتوا يا جماعه محدش يشرب سجاير في المسرح. ليه؟ هو المسرح صدره تعبان ولا ايه؟ تاخرت كده ليه؟ بعدين هقول لك. بس ليه ده بتعمل ايه هنا؟ ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضلي اتفضلي ثانيه. ايه الهيبه دي؟ خلي اللوحه يمين يا جمال كمان شويه. ساره الصوت لو سمحتي. الفرقه عايز تعمل بروف. ايوه بس كده. ممكن اقولك حاجه؟ ثانيه واحده. انا حلمت بيكي. وانا كمان حلمت بيكي قبل ما اشوفك، او جايز علشان كان نفسي اشوفك، مش عارف. حلمت بيه؟ حلمت ان انت كنت نايمة وكان شعرك مفروض جنبك كده على المخدة وبس. غمضي عينيكي كده. كان شكلك كده، كنت شبه الملايكة.
في رقم ناقص. ايه؟ مفيش ناس كده ابدا. انا ثبتها لك كروكي كده وان شاء الله هتبقى تمام. اصل المسامير ضاعت مني المره اللي فاتت وانا بفكها. ايه؟ ايوه كل حاجه. ايه انت هتفتحي تحقيق؟ خلاص بقى. طب ما تتفضل عندي في الاتيليه تغسل ايديك. يا ريت. انا بقول كده برضه. اتفضلي اتفضلي. اوعي تبصي وراكي، احنا دايما بنبص قدامنا. على فكره عربيتك شيك قوي، بس لو كانت سودا كانت هتبقى تحفه. سودا؟ لا الا الاسود ده انا بكرهه خالص. ولا انا بطيئه، مع ان انا اعرف ان اللون الاسود ده لون فخم كده، يعني ممكن يحدد اللوحه ويخليها اجمل وكده. النور جه مين قال لك انه كان مقطوع؟ بهزر عادي يعني. اغسل ايدك عشان سودا. ها؟ طب فين الحوض؟ على شمالك. بقول لك ايه، تشرب نسكافيه معايا؟ بس مش بلاك بقى. انا حاولت كتير اغير ضحكتي ما عرفتش. تغيريها؟ هي تعمليها فايبريشن مثلا؟ تخيلي واحد ضحكته فايبريشن. خليكي بطبيعتك. انا كمان حلمت بيك عمر. يا عمر. مين برا على الفوطه؟ انا. انتي قلتي ايه وانا جوه الفوطه؟ انا كمان حلمت بيك. لبسيني النضاره بعد اذنك بسرعه، بس عشان عايز اسمعك كويس. مش معنى ان انا قلت لك ان انا حلمت بيكي تقومي تردها لي يعني وتقولي لي ان انا كمان حلمت بيك. مش هزعل على فكره ولا حاجه، يعني كفايه النسكافيه. انت حلمتي بيا بجد؟ حلمتي بايه؟ ساره، واضح ان بابا جه. ايه؟ مالك؟ طب اجري اجري اجري. اجري من ايه؟ مش بتقولي بابا جه؟ طب اهرب منين؟ اهرب منين؟ تهرب ايه؟ اشتغل هنا. هثبت ايه؟ مش بتقولي بابا جه؟ عادي. طب هتقولي له ايه؟ اخوك انا يعني ولا ايه؟ ايه هنا يا ساره؟ اثبت يا ابني. اثبت ايه مالك؟ هاي ساره. هاي بابا. اقدم لك المهندس عمر ابو الوفا، بابا محمد المهدي دكتور. مش بتاعتي دي. دكتور بيطري اجدع ناس. قول لي يا عمر، انت مهندس في ايه بالظبط؟ بيطري. في المعماري. معماري. معماري؟ والله الله، ده انا احتاجك قوي لما نيجي نروح المزرعه. اتفقنا؟ عيني. حاضر. اكسلنت. يلا سي ليتر اليجيتر. يلا باي. باي بابا. ده مشي؟ عادي كده؟ عادي يا شيخة. قلت له ان الفوطة مش بتاعتي. يا ابني ما قلت لك ما تقلقش. بابا لارج. ده انا حبات هنا. يا مان، ما العربية قدامي ايه؟ والله 160,000 170,000. انا اجرب واقول. ماشي يا مان، سلام. طروق، كنت بتقول ايه؟ كنت اقول لك بس ان انا احتمال اسافر اسبوع كده تبع الشغل، رايح تونس وراجع يعني. تونس؟ تونس. تحبهاش ولا ايه؟ تونس دي جميلة. لا بس قبل كده يعني قلت لي قدامك يومين ثلاثة، ودلوقتي بتقول لي تونس أسبوع. أنا رايح وجاي على طول إن شاء الله. إيه ده؟ إيه؟ فين شنبك يا مان؟ ما رضيش يجي معايا. طب تعالى أنت معايا. هنروح فين؟ هنجرب العربية ونكمل كلامنا. انزل على الشمال، انزل على الشمال. وصاحبها طالب فيها كام العربية دي؟ 160,000. تالي بعد اللي حصل فيها ده ممكن تخلص بعشرين جنيه، يبقى حلو قوي عليها. اوكي يا مان، تروح وتيجي بالسلامة من تونس. والمزرعة دي فين؟ هنا قريبة في الفيوم. سارة لو سمحت، يعني ممكن تقول المعتز يجي معانا المزرعة؟ ده هو هيموت ويجي على فكرة، بس ما اعتقدش انه هيوافق. لا لا لا، هو موافق. انا عارفة انا عارفة. انت استاذ فادي، انت جيت تونس امتى؟ هكلمك هكلمك. الحمد لله على السلامة. يعيشك يعيشك برقة.